واحد بيقول ازاي المسيح انتخر الشياطين لانهم عرفوه، فما معنى هذا؟ هل اذا عرف الشيطان ان المسيح هو الله كان يستطيع ان يعرقل عملية الفداء؟ ده شيطان. يعني عملية الفداء، شوفوا الكتاب يقول ايه، ان الشيطان دخل في يهوذا الذي سلم المسيح، والشيطان ايضا كان بيحرك رؤساء الكهنة والكتب والفريسيين. والشيطان طبعا لا يريد الخلاص للبشر،